اسمي مزنة الحجلي، خريجة كلية الصيدلة من جامعة دمشق ومتطوعة مع الباحثون السوريون من حوالي السنتين بفريق الكيمياء والصيدلة. رح كون معكم اليوم بفقرة التعريف بالفروع الجامعية لحتى أحكي لكم شوي عن كلية الصيدلة. كلية الصيدلة هي من الكليات التطبيقية الممتعة، يعني في عنا دراسة نظرية ودراسة عملية بتتطلب دخولنا للمخابر. ولحتى ندخل كلية الصيدلة في عنا خيارات الجامعات العامة وخيارات الجامعات الخاصة. دخولنا للجامعة العامة بيعني دخولنا لشيء اسمه السنة التحضيرية، والسنة التحضيرية بيدخلها الطلاب اللي حابين يدرسوا طب بشري، طب أسنان أو صيدلي. على هذا الأساس فالمواد اللي رح ندرسها بهاي السنة هي أساسيات الكليات الطبية، رح نلاقي تشريح وكيمياء وفيزياء ورياضيات والعلوم الأساسية. آخر معدل نطلب لدخول السنة التحضيرية كان 2300 عام 2270 للموازي. بعد ما نخلص هاي السنة بيتاخذ متوسط معدلها مع معدل البكالوريا، وعلى أساسها بينقسم الطلاب للكليات الطبية الثلاثة اللي حكينا عنهم. عموما انت بحاجة لمعدل معين لحتى تقدر تدخل كلية الصيدلة. هذا المعدل بيختلف بين جامعة وجامعة وبين سنة وسنة. آخر معدلات انطلبت كان عام بدمشق 77.9، موازي دمشق 73.8، عام تشرين 78.1، وموازي تشرين 74.283. أهم الجامعات العامة اللي أنت بتقدر تفوت عليها وبتدرس صيدلة هن جامعة الشام دمشق، جامعة تشرين، جامعة البعث، جامعة حلب، حما وطرطوس. وأهم الجامعات الخاصة اللي نقدر ندرس من خلالها هاي الفرع هن جامعة القلمون، جامعة الأندلس، الاي يو اس تي، اس بي يو، الاي اي يو، كمان في عنا الاتحاد والرشيد. لحتى تكون مرتاح بدراستك بكلية الصيدلة يفضل يكون في عنا شوية ألمام ببعض المواد السابقة، أهمها العلوم والكيمياء. ولو أنه الكيمياء يلي بنعرفها بالمدرسة مختلفة شوية عن الكيمياء اللي رح نتعرف عليها بالصيدلة، لأنه هون رح يكون عنا أنواع كتير من الكيمياء وحتى أسماء جديدة. دراستنا رح تكون عبارة عن 5 سنين، من ضمن هاي ال5 سنين السنة التحضيرية اللي حكينا عنها، ورح يكون عنا وسطياً بين 6 ل8 مواد بالفصل الواحد. هاي المواد بتتراوح بين الصعبة وبين السهلة، لكن عموماً حتى المواد الصعبة بشوية دراسة زيادة، بشوية تركيز وبشوية متابعة من أول السنة بيمشي حالها. رح يكون عنا كمان من ضمن هاي المواد 3 أو 4 مواد منها متبعة بجانب العملي، يلي رح يكون عبارة عن جلسة واحدة بالأسبوع لكل مادة منهم وإلها امتحان خاص فيها. من الشغلات المميزة اللي رح تعملها كمان خلال ال5 سنين هني الملازمة. الملازمة معناتها أنه لازم تداوم بصيدلية خلال فترة دراستك، وهالشي بيبدأ غالبا بعد السنة الثانية. الهدف من هاي الخطوة هي أنه نقدر ندمج بين سوق العمل اللي رح نكون فيه بعدين والأسماء التجارية مع المعلومات الأكاديمية اللي عم ناخدها بالجامعة خلال دراستنا. بعد ما خلصنا هدول ال5 سنين رح يضل عنا آخر خطوة اللي هو الامتحان الوطني الموحد، وهو امتحان شامل ومشترك بين الجامعات السورية كلها، العام منها والخاص. رح تنسأل فيه عن ال5 سنين اللي انت درستهم. أهم 3 مجالات رح ندرسهم خلال كلية الصيدلة ورح يشكلوا جزء كبير من أسئلة الامتحان الوطني هن 3. المجال الأول هو مجال الأدوية وتأثير الأدوية. هون رح نتعرف على التراكيب الدوائية، رح نتعرف على طريقة تأثير هاي الأدوية بجسمنا، ورح نتعرف على التأثيرات الإيجابية والسلبية اللي بتسببها هاي الأدوية، والتداخلات اللي بتصير اللي ممكن تكون بين دواء ودواء، أو بين الدواء وأجسامنا، أو حتى بين الدواء والأغذية اللي عم نتناولها. تاني مجال رح ندرسه هو الاصطناع الدوائي والكيمياء الصيدلية. هون رح نتعرف على طريقة تصنيع الدواء، ورح نتعرف على الشكل الكيميائي لهذا الدواء، وقد بيأثر هذا الشكل بفعالية الدواء. يا ترى نحن إذا ضفنا جذر ما أو شلنا جذر ما من هاي الصيغة الكيميائية، هل هالشي رح يأثر على تأثيره أو لا؟ ثالث مجال رح ندرسه هو الصيدلانيات والصيدلة الصناعية. هون بننتقل لدراسة الأشكال الصيدلانية مثل الشرابات والكبسولات، المضغوطات، الكريمات، الغراغر، كل هاي الأشكال، ورح نتعرف كمان عن المواد اللي بتنضاف للمواد الفعالة لحتى تساعدها بأنها تقوم بتأثيرها، مثل المواد المزلقة والمفتتة وغيرها، ورح نتعرف قديه مهم أن تكون هاي المواد ضمن نسب محددة لحتى تقوم بدورها على الشكل الصحيح. كمان في مواد تانية رح ندرسها مثل العقاقير وكيمياء العقاقير، هون رح نتعرف على المواد النباتية اللي إلها تأثير علاجي. في عنا مواد تانية كمان
مثل الكيمياء التحليلية، مثل السموم، مثل الكيمياء الحيوية والتقاني، الميكروبيولوجي، علم السموم وغيرهم. نجي لمرحلة ما بعد التخرج، شو فيني أعمل؟ أول شيء بالنسبة للأشخاص اللي حابين يكفوا دراستهم، فهذا الأمر متاح من خلال دراسة الماجستير اللي فيه له فروع متنوعة، وفينا نكفي من بعدها الدكتوراه. بس لازم ننبه أنه أعداد مقاعد الماجستير قليلة بالصيدلة. تاني شغلة بالنسبة للأشخاص اللي حابين يبلشوا بمزاولة المهنة وينطلقوا لسوق العمل، في عنا عدة مهن ممكن نشتغل فيها. أول شيء ممكن نشتغل كصيدلاني، إما بصيدلية خاصة أو بصيدلية المشفى حتى. تاني شيء فينا نشتغل كمندوب علمي لإحدى الشركات، ووظيفتنا هون التعريف بأصناف هاي الشركة والتسويق لإلها. ثالث شغلة ممكن نشتغلها هي الشغل بمعمل دوائي، مثل استلام خط إنتاج مثلا. وهيك منكم خلصنا أهم الشغلات اللي لازم تعرفوها قبل اختياركم دراسة كلية الصيدلة. نتمنى أنه تكونوا استفدتوا، ومنحب نذكركم أنه موجود مقال مكمل على صفحة الباحثون السوريون على الموقع وعلى الفيسبوك. أي تساؤلات أو استفسارات أو أي شيء بتحبوا تسألونا عنه أو تعرفوا عنه زيادة، اكتبوا لنا إياه بالتعليقات لحتى نجاوبكم. ونتمنى لكم كل التوفيق.